معنا من أدنى مراسلنا محمد المشهراوي. نعود إليك محمد لاستكمال طبعا يعني جديد عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض. نعم ميشيل، العمليات مستمرة على مدار الساعة، في كل لحظة يتعزز يعني الأمل لدى رجال الإنقاذ بالعثور على ناجين، هذا بشكل عام في كافة المناطق التي ضربها الزلزال في المدن العشر جنوبي تركيا، استنادا إلى ما حملته ساعات الليل من يعني العثور على ناجين، سواء أطفالا رضع أو نساء أو حتى رجال تم العثور عليهم في أكثر من منطقة في جنوبي تركيا. إنما هنا في مدينة أدنى فكل من عثر عليهم هم جثث، والعمل جار على استخراج مزيد من هؤلاء العالقين تحت الأنقاض في هذا المكان، حيث نتواجد في أحد أحياء مدينة أدنى. بينما يواصل رجال الإنقاذ عملهم في هذا الموقع، شاهدنا انتهاء أعمال الإنقاذ والبحث في مواقع أخرى في مدينة أدنى، هذا مؤشر على يعني قرب انتهاء عمليات الإنقاذ لربما، كما أخبرنا المسؤولون هنا عن احتمالية استغراق العملية 3 أيام مقبلة، وتكون أدنى انضمت إلى المناطق التي تم انتهاء أعمال البحث فيها. يبقى فقط يعني الدمار هو المسيطر في هذه المدن، تبقى عمليات الإغاثة مستمرة، تبقى مسألة تحدي عودة الحياة إلى طبيعتها هنا. بالرغم من أن الأحياء يعني عمليات إنقاذ شارفت على نهايتها، لكن الحياة في جولة سريعة في المدينة يعني يتضح بسهولة أن الأمر غير طبيعي البتة. المحال مغلقة في معظمها، الشوارع خالية من السكان تقريبا ومن حركة السيارات إلا من قليل، معظم سكان المدينة خرجوا منها إلى أماكن يعتقدون أنها أكثر أمانا، ما بقي منهم هم من ينتظرون أخبارا عن ذويهم الذين ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض هذه البيوت. وتحاول فرق الإنقاذ والإغاثة مسابقة الزمن في العمل على عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة هؤلاء السكان، سكان هذه المدن المنكوبة، إلى أحيائها في أقرب فرصة ممكنة من خلال فرق باشرت عملها اليوم للعمل على ترميم المنازل التي هي متضررة وما تزال قائمة لتمكين عودة السكان إليها بشكل آمن. لكن يبقى تحدي مسألة حدوث احتمالية حدوث هزات ارتدادية ومزيد منها، والتي كانت سجلت بالمئات منذ وقوع هذا الزلزال، يبقى ذلك تحدي كبير يواجه السكان، ويتخوفون من تكرار مثل تلك الهزات وإن تراجعت وتيرتها بشكل ملموس في الساعات الأخيرة. شكرا لك محمد المشهراوي مراسلنا من أدنى، شكرا لك.